عليكم متابعي عشاق الخياطة والتسييل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم جبت لكم فكرة جديدة من استغلال بقايا القماش، ممكن كذلك أنكم ديروها كمشروع، يعني بسيط يعني كيبقاو لكم بقايا القماش بلا أنكم ما ترميوهم. فكرة زوينة، تصايبوها لراسكم أو لا ديروها كمشروع، يعني تاخذوا التوب مزيان وتاخذوها كمشروع، مهم غادي تنفعكم. إذا هنا غادي ندير جوج الموديلات. الموديل الأول عندي هنايا التوب، درت العرض ديالو 12 سنتيم والطول ديالو 52 سنتيم، قطعة يعني الطول ديالها 52 سنتيم والعرض ديالها كي قلت لكم 12 سنتيم. نفس الطول في القطعة الأخرى، الموديل الآخر غندير فيه جوج القطع، غندير فيه قطعة العرض ديالها كي غادي تشوفوا العرض ديالها هنايا 8 سنتيم والطول ديالها نفس الطول ديال القطعة الأولى، يعني 52 سنتيم نفس الطول. وهنا القطعة الثانية اللي في الموديل الثاني غادي يكون العرض ديالها 6 سنتيم والطول ديالها 44 سنتيم فقط كافية. غادي ناخدو الخيط المطاطي. أول حاجة هاد القطعة هذه غتشوفوا في الماكينة غادي نخيطوها بحال هكا، غنخلي واحد جوج سنتيم في الوسط وغادي نخيطو الجوانب ديالها. هنا القطعة هذه غادي نتنيوها بحال هكا وغادي نخيطوها، والموديل هذا الاول غادي نتنيو القطعه بهذا الشكل هذا على اثنان ونخيطوها من الجانب، يعني كل وحده عندها الطريقه الخياطه ديالها. وغادي نحتاجوا لهذا الشريط ديال الساتان، ممكن ديروا حتى الشريط ديال يعني الدونتيل، ممكن حتى هو داك اللي كنديروا في الكنادر حتى هو زويون. الطول ديالو غنديروا على قد الطول ديال القطعه ونخليه واحد جوج سنتيم زايده. هنا غادي ناخذ الخيط المطاطي هذا الرقيق العادي، الطول ديالو غنديروه نصف الطول ديال القطعه، طول ديال القطعه النصف ديالها كنديروه خيط مطاطي، كذلك بالنسبه للموديل الثاني بحال هكا. الطول ديالها كنقسموه على اثنان وكنقطعو دابا غادي ندوزو لماكينه الخياطه. كيشتو هنايا داك القطعه تنيتها على اثنان وغادي نخيطها بحال هكا، ما تنيتهاش على اثنان بالطول بالعرض صافي، وغادي نتنيها بحال الشكل ديال باندا. هانتوما كي كتشوفوا كنتني على اثنان، وغادي نجيب الشريط وغادي نتني على اثنان. هنا الشريط عندي داك الشريط ديال البي ديال الساتان، ممكن ديروا الشريط العادي كي قلت لكم اولا السيفه ديال الدونتيل. هنا غادي نرجع وغادي نفتح داك الشريط لان كيكون فيه متني واحد سنتيم، غنرجع نفتحو كيف ما شفتو هنايا باش تجيني داك السنته باينه صافي. كنحطوها في الوسط وكنتنيو سنتيم كل جهه وكنخيطو عادي. هنا ملي وصلت للاخير خليت واحد داك جوج سنتيم اللي زدت، وغادي ندخل دابا الخيط المطاطي هو الاول صافي. من بعد ما دخلته غادي نخيط الخيط المطاطي وغادي ندخله وغادي نفيني داك الشريط ديال الساتان. كي شفتو كنتنيوه سنتيم بحال هكا وكنوضعوه فوق الشريط اللي بدينا منه صافي، وكنخيطو كنحاولو نفينيوه وكنخيطو نسدو الباندا ديالنا. كيجي الشكل ديالها بحال هكا رائع. هنا غادي نجيبو الباندا كي شفتو الموديل الثاني وغادي نتنيوها على اثنان وغادي نخيطوها صافي. غادي نقلبوها دابا وغادي ندخلوا ليها الخيط المطاطي كي شفتوا وغادي نخيطوه صافي. غادي يبقى لينا التوب مفتوح، غنخشيو واحد القطعه في القطعه الثانيه، وهذيك القطعه اللي من الفوق غادي نتنيو فيها سنتيم ونخيطو عادي، لان من بعد واخا تبان لكم الخياطه على الوجه من بعد غادي نغطيوها بواحد واحد البابيون، الشكل ديالها زويون. هانتوما كيشتو غنجيب داك القطعه اللي الطول ديالها اللي العرض ديالها 6 سنتيم وغادي نخيط من هنا من الجوانب ديالها على شكل مثلث بحال هكا صافي. كنخيط ملي كنوصل للوسط كنخلي واحد جوج سنتيم اولا جوج الاصابع باش نقلب منهم الثوب ونكمل الخياطه حتى القنت، وغادي نخيط على شكل مثلث صافي بحال هكا. وغادي نبدا نقلب. هنا كي شفتوا من بعد ما قلبتها حددتها، ضروري تحددوها، وداك الفتحه كتخيطوها بالماكينه اولا بالابره الخيط، وكتجيبو كتشكلو بحال هكا
بابيون بهذا الشكل هذا، يكونوا متساويين داك القطع، وتجيبوا إبرة وخيط بحال هكذا. غادي نجيبوا الإبرة والخيط وغادي نديروا غرزة خفيفة بحال هكا غير باش نجمعوا نشكلوا داك البابيون. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي يجي الشكل ديالها. بحال هكا صافي، غادي نلوي عليها الخيط باش تجمع ليا. صافي غادي ندير واحد العقيده وغادي نقطع الخيط. وغادي نجيب واحد القطعه من الثوب اللي العرض ديالها 2 سنتيم، والطول على حساب ديالو الطول، ومن بعد قطعوا اللي يكفيكم. وكنتنيها بحال هكا على 2 ونعاود نتنيها على 4 بحال الشكل ديال باندا. وغادي نغطي بها داك الخياطه، ندير بحال هكا، وغادي نقطع الزوائد ونخلي غير السنتيم اللي غنتني، نخلي غير القياس اللي يكفيني. صافي داك سنتيم غنتنيه على 2 باش يفيني يغطي ليا الخياطه. وغادي نجيب الباندا، البلاصه ديال الخياطه اللي باينه اللي خيطنا عليها، غادي نجمعوها بحال هكا ونركبوا فوق منها داك البابيون باش ما تبقاش تبان. ممكن تلصقوها غير بالسيليكون اولا بالخيط والابره، ولكن من الاحسن تخيطوها بالخيط والابره باش كتجي يعني ثابته، ما غاديش تطير لكم دغيا. وممكن هاد البابيون هادي ديروا غير هاد البابيون هادي، وترك تاخذوا داك المقيبطات اللي تيكونوا هكا كيتحلوا كيتسدوا، وتركبوها فوق منهم بالسيليكون، كيجي الشكل ديالهم رائع. صافي كنحاول نثبتها مزيان باش ما طيرش دغيا. وصافي كيجي هذا هو الشكل ديالها كيف شفتوا، وهذا هو الشكل ديال الموديل الاول اللي صايبت معكم. ممكن ديروه يعني بلون واحد وديروا السنتة في الوان يعني في مختلفه، كيجي الشكل ديالها رائع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان الفكره تعجبكم، ولا عجبتكم وبغيتوا موديلات اخرين خليوها لي في صندوق عفوا ماشي صندوق الوصف، في التعليقات. وما تنساوش تخليوا لي الجيم ديالكم، ولا كنتوا اول مره غتزوروا القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.